اوكي let's move on لتالت خبر معانا النهاردة، وهو خبر بجد كسر الانترنت بسبب انه في موقع تسويق الكتروني بيبيع عربيات الاطفال، لسه منزل كولكشن كبيرة جدا من العربيات اللي هي السترولر او السترولر على الاونلاين، وواحدة منهم كان سعرها بجد مذهل بالنسبة لناس كتير قوي على السوشيال ميديا، وده سبب لهم ان هما يجو اون سوشيال ميديا، وطبعا زي ما بنعمل دايما احنا المصريين وي لاف تو كومبلين وي لاف تو شير اور اوبينيونز. هدي هشام فرصة وهديكوا فرصة برضو على اللي بيتفرجوا علينا على الانستجرام يخمنوا سعر السترولر او عربية البيبي اللي عملت كل الضجة دي كان سعرها قد ايه. بص، هي طالما عملت ضجة في الوقت اللي احنا فيه يبقى هي رخيصة. صح كده؟ اي حاجة دلوقتي بتعمل، يعني كان في ضجة من كام يوم ان البيبسي نزل سعرها 2 جنيه تقريبا، جنيه نزل تقريبا نزل واو 2 جنيه، جنيه 25 قرش. I'm just impressed انه نزل يعني فبقى في ضجة، بس بالتالي لا، هي المفروض هي فسات يعني، صح؟ ايوه فلا، حاسس ان الموضوع ممكن يبقى ضجة، فبتبقى العكس دلوقتي. هي سعرها اعتقد، بص دلوقتي انت مثلا لو كنت تشتري حاجة ب $1000 قبل كده كنت ممكن تحسبيها بكام؟ يعني مثلا، فاهم قصدي؟ دلوقتي $1000 بقوا ولا خلاص، حاجة بقوا كومبيرن بمصر، فاعتقد ان يعني 50000 مثلا اكتر أكتر. وست. أيوة مش طيارة. طب هسألك سؤال، بس البيبي هيجي معاها ولا هتبقى من غير ناس كتيرة كانوا قاعدين يقولوا ان هو بسعر التوك توك، يعني انت تشتري توك توك نفس سعر عربية البيبي، فدي كانت اكتر حاجة توك بجد توك؟ عاملة جدل للناس اونلاين. توك توك قبل كده كان ب 40000 على حسب ما انا كنت عالم، بس دلوقتي غلي فمثلا بقى ب 80000، كلوز، دبل، انت عشان very في حاجه close بتغلى الدبل. very close. 90000، انزل تاني 85، اوكي هديها لك لانه it's 83 الف طيب جنيه، تمام يعني. 83 الف جنيه ف you got it. فصراحة انا كنت يعني بالنسبة لي حاجة زهقتني جدا السعر ده، لانه ازاي بقى الناس دلوقتي يبتدوا في options، عيلة في ال climate دي، انا مش عارفة بجد حقيقي. في options مفيهاش اي options عادي، بس بتحط البيبي فيها وبتزق البيبي، مفيهاش اي حاجة خالص مختلفة، يعني 83000 جنيه. 83 الف جنيه تقريبا عشان القماش اللي هي معمولة منه، هو براند يعني هي براند عالمية. ف حضرتك مقتنع؟ ولا انا مقتنعة والله. القماش اللي فيها حضرتك مش مقتنع، يعني حضرتك دي لو بتمشي لوحدها هو بالرئاسة على الأقل. طيب يعني لو بتمشي لوحدها، يعني لو هي فيها نافيجيتور بيفضل ماشي ورا الام، لا هو لا، لازم يبقى في بس ضغط برضه عليه. لازم نفتكر انه 83 الف جنيه بالدولار دلوقتي بالنسبة مثلا لحد في امريكا let's say ماشي تبقى حاجة غالية، بس مش تبقى بنفس الفاليو اللي احنا عندنا فيها بالظبط 83 الف بالظبط للأسف بالظبط الشديد. بالظبط. بس يعني عامة يا جماعة اللي على السوشيال ميديا حوالي اللي 1000 متضايقين مثلا من ده، كنت اكيد في اوبشنز تانية، يعني ما تشتروا، مش لازم تشتروا عربية ب 83 الف جنيه، يعني دي لنيش معين من الناس حوالي ممكن تعمل لها 2600 ولا $2700. المشكلة ان العربية دي بتتغير، بس المشكلة دي لازم يعني بتغيرها، انت البيبي ايفنشلي بيكبر بتنقله على عربية ايوه، تانية او اصل ما اعتقدش ان دي يعني ناس يقول لك اشتري عربيه وبعد كده تجيب بيعها تكسب فيها. اشتري دي حاجه دي لازم تتوارثها الأجيال دي يعني، بصي تبقى بيس كده. يعني ممكن فعلا، في طبعا قماش بيبقى فيري اكسبنسيف، مش عشان الكواليتي بتاعته، مهما كان احسن كواليتي، احنا الكواليتي بناخدها كلها من النيتشر بتاعتنا، ما بنخترعش حاجه جديده، مش كيمستري. فاعتقد هو اسم البراند، هو اسم البراند بالظبط. اسم البراند هو اللي اكسبنسيف طبعا، اكسبنسيف قوي. هو اكشلي انا بتفرج على حد على التيك توك اتشهر قوي ريسنتلي ان هو بيجيب الماركات العالميه الغاليه دي وبيقطع الشنط يعني بيفكها وبينسبكت الجلد نفسه عشان يقيم لك هي فعلا سعرها الحقيقي كام. وبجد مثلا يعني عشرة بيجيب بالمية شنط، يعني بيجيب شنط مثلا let's say ب 20 ألف دولار، هي اصلا تكلفتها عليهم هم 150 دولار، يعني هي تمنها اكشلي 150 دولار بس انت بتشتري الاسم. ودي طبعا. حاجة حقيقي يعني كست قهرتني، لان انا من الناس اللي بيحبوا الحاجات دي، فاللي هو تحس ان انت انا مش شارية حاجة قيمتها فيها فعلا، انا كنت فاكر ان انا شارية حاجة قيمتها فيها وقايمة فيها. الموضوع مختلف، انت بتتكلم يعني، انا بالنسبه لي اما اشتري حاجه، اشتري حاجه مبسوط بيها، حتى الحاجه تكنولوجي، مش مهم اسم البراند، المهم ان انا ابقى مقتنع بيه، حتى لو تليفون لابتوب، اهم حاجه انا ببقى
مقتنع بيه في بيه، مش هشتري مثلا اكس عشان ده اكس او ده واي او ده زد، الناس كلها ماسكه زد او الناس كلها ماسكه بتشتري من بي او ال. طب اهم حاجه الكواليتي، اهم حاجه ان انا مثلا ابقى لابس مثلا هودي او لابس لبس او لابس حاجه ابقى حاسس ان انا مرتاح شكلي حلو فيها، بالظبط. مش مهم هي بصي بتبقى طبعا relative يعني، انا بحس انه depends، مش كل حاجه everyone likes بتقيسها مش brands. حلو. everyone likes brands. انا I like brands. it's always nice ان انت برضه تبقى لابس براند. في براندز انا حاسس انها شكلها حلو قوي، في براندز الكواليتي احسن فعلا. الكواليتي احسن فيها عادي. انا ممكن تلاقي شاري حاجات من براندز عاليه قوي، فيها شاري حاجات من براندز قليله قوي. بالظبط. كل حاجه ليها حاجتها، واهم حاجه انت تبقى مبسوط وساتسفايد بالحاجه. بحقيقي. don't follow names، مفيش ورا اسامي، مفيش ورا حاجه. لو عايز تروح تشتري حاجه بمليون جنيه حاسس انها تافهه، بس يعني سوري بالنسبة لك لو تساعدك. بالنسبه للناس تافهه لكن بالنسبه لك تساعدك خلاص تمام. ولو عايز تشتري حاجه بجنيه وبالنسبه للناس انها تافهه بالنسبه لك انت مهم تشوف كاتت، يعني مش مهم الفلوس، مش مهم اي حاجه، مش مهم اسم البراند، بس تروح تشتري بوست ب 83000 جنيه. يعني لا، بالذات بحاجات الاطفال دي انا بحس بجد ان هي اصل انا كنت بسمع جريمة ان حد يشتري حاجات غالية قوي للطفل، لان الطفل بيقلع كتير وبيلبس كتير وبيغير وبيكبر كل يوم بيبقى مقاس جديد يعني. تعرفي من وانا صغير كنتش بحب اقعد، بس زمان البوستات بتاعتنا كانت تلاقي الطبيعيه الراجل اللي هي المعروفه دي مش فارقه 80000 اللي جنيه كنت بتقعد فيها على العاديه دي، مثلا اروح ان هي اصلا مش ب 100 جنيه، يعني 97 اكيد ما كانتش معديه ال 100 جنيه، تمام. بس انا بقى ما كنتش بحب اقعد فيها، يعني كنت اقعد فيها كانوا يقولوا انت تتزحلق، تقعد تزحلق نفسك لحد عارفة. تقعد. أنا بشوف أطفال كتير كده فانت عامة، تشتريها تخيل اشتري دي بقى تشتريها وطفل حمادة يتزحلق. حمادة ما يقعدش فيها، لا لا هنعمل انا فيها ونايم حمادة في السرير على ايه وهو في السرير بتاعي انا في العربية. ايوه بالظبط. بس لا انا كنت اسمع ان مثلا من فتره، يعني كنت قاعد مع ناس من خلفها يعني بيقول لك ان مثلا الكيندر جاردنز لو مثلا انترناشونال 100000 جنيه، ولا كان ساعتها قالت لي 90000 جنيه. هو قلت لها ايه ده؟ طب اجمع مجمع 100000 جنيه؟ فانت دلوقتي جاي تقولي لي العربيه اصلا بتاعته دلوقتي انت محتاج تبقى بليونير عشان تجيب بيبي، يعني حقيقي بقت حاجه صعبه.